النار. كدير البنات، لاباس عليكم؟ اموركم زينه؟ والله تتوحشكم، انا توحشت نهضر معكم هكا ونجمعوا ابار البيع عشرة. البنات راه انا زعما واحد الوقيته ملي كثر دوك الفيديوهات ديال الروتينات وغير لينات ودير ماسكات ودير هذا، بحال تقولوا طلع لي اليوتيوب في راسي، ما نكذبش عليكم. ولكن ملي كنلقى الحب ديالكم ولي ميساج الزوينه ديالكم ولي كومونتير الغزاله ديالكم، ما يمكنش، راه مستحيل ما تجاوبش معاهم، مستحيل. المهم حتى هنا بغيتكم تخليو لي اكبر عدد ديال القليبات، هي كي جاتني بيجامتي الا عجبتكم خليو لي قليبات زرقين. هذه البنات كانت عطاتها ليا، صيفطاتها ليا صاحبتي ساره، الله يخلف عليها والله يحفظها ليا، غزاله غزاله غزاله، عرفتي فنه فنه كلها في الدونتيل. السريويل ديالها هو في الدونتيل تحت. شوفوا يا اختي، على فكره الناس اللي تيقولوا لي شنو كديري شعرك في الصيف، البنات شعري انا ما درت له لي مش، راكم عارفين لي مش كتضرر الزغبه. شنو كنديروا انا في الصيف؟ ملي كنمشي للبحر كنرجع كنعمرو مزيان بالزبده وكندخن دوش عادي، كندير شامبوان، كندير ديميلور بحكم التجربه ديالي تقريبا راه كاع لي شامبوان كاع لي ديميلور بحال بحال. المهم ما نزيدش نطول عليكم، ومن بعد كندير له شي سيروم وكندفرو هكا صافي. بغيت نبوكلو كنطلق داك الضفيره وها هو مبوكل. المهم البنات غنديكم معايا اليوم، خليكم معايا نهار كامل، غتشوفوا المشتريات، غتشوفوا فين غنمشي، فين دوزوا معايا النهار كامل. يلا خليكم معايا، اول حاجه غادي نوريكم منها مشتريات ومنها شنو غادي نلبس وشنو غندير. المهم واحد اللبسه خديتها من ليفتي صراحه ديجا لبستها، ولكن غادي نوريها لكم دابا والراحه الراحه. خديتها ب 139 درهم، ولكن راه فنه فنه، خليكم معايا. هانتوما السريويل ديالها جاي بحال هكا واسع، دوك السراويل كيكونوا واسعين، فهمتوا؟ جايه متيسعه، هي ديالت الخيط فنه، فيها جويبات. انا كنت خديت كل بياسه ب 139، والقويمجه ديالها نتوما غنخليكم هكا شي تصويره من الخرج، غادي نشوف شكون اللي صورني هكا. القويمجه ديالها كتجي غير قصيره وكتجي فنه فنه فنه، مبيرده غزاله غزاله. 139 البياسه، غلبسها هكا غير مع سبرديله ديال لاكوست كحله، تجي معها زوينه وتجي فريش على حسب الصباح وعلى حسب الخروج وهذا. وفي نفس الوقت غنوريكم شي حويجات خديتهم من مينيسو غزالين غزالين. وحده اخرى هي هاد لي بروسادون، هاد لي بروسادون شيت هاد السنان فنين، جرباتهم في الاول اختي وقلت حتى نشوف كي دايرين. عطاتني وحده ورد برد برد بوس، غير هما صغير الحجم ديالهم من هنا صغير، مرا كبار غير الشيته ديالهم صغيره، ولكن فنين. الناس اللي ما كيقدروش على الشيتات هكا حرشين وهذا وكبار، هادو زوينين، وكتلقاي باكيه فيها يمكن شي 6 ولا 8 بشي 29 درهم. شنو اخر خديت؟ خديت هاد الماس هادو ديال شي يقولوا لهم فلامينكو ولا ما عرف، بغيت نجرب، جربتهم بعدا ديجا تيبقاو زوينين احسن من هاد. فين هذيك لابا؟ هادي هادي البنات، عقلتو فاش بارطاجيتها معكم واحد المره، هادي ديوها معكم للطوارئ، ولكن ماشي شي حاجه زوينه، بالعكس كتنوض هكا الزغبه شي شويه قاصحه وواقفه، لانها كتكرطها غير من غير من الفوق، ماشي كتجبدها من الجدر. قد لقد اندرت. مشيت عاوتاني للفلورمان، غنوريكم شنو خديت من الفلورمان. حاجه نداء، علاش شي ماركه ولا شي حاجه فاش كيديروا شي حاجه زوينه المره الاولى من بعد ما كيبقاوش يعاودوها. كنت خديت واحد المره واحد القلم ديال الحجبان من مينيسو كري، من هنا كيطلع كي من هنا ومن هنا وكيتحل من الوسط، صراحه ما بقاوش جابوهم، جابو هذا زوين حتى هو، ولكن ماشي بحال ماشي بحال الاولين. صراحه الاولين كانوا فنين، والثمن يمكن 30 درهم، ماشي 30 يمكن، الله ما عقلت يمكن 40. انا زعما كنعقل على الاثمنه، ماشي نقول لكم لا ما كنعقلش وهادي، ولكن ما عرفت الفات ليا. واحد الحاجه خديتها من مينيسو، هاد الكريمات هادو ديال الساك، يعني بحكم الصيف كيكون عندنا سيكان غير صغيورين، هادو ديال الساك ثلاثه حتى هما بشي 29 درهم هكا. بعض المرات كيجوني هادوك التويشيات ديال مينيسو غير هكا تخربيقه وصافي، ولكن اختي خدات واحد الماسك ديال لي بوان وارش، نقول لكم خطير خطير، غادي ندير لكم عليه فيديو خاص لان خداته جرباتو عجبني بزاف، وحيت خدات غير باكيه هكا. بعد انا غادي نمشي ناخذو غادي نجربو معكم مباشره، واعر 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 واعر، زوين بزاف عجبني، والثمن ديالو رخيص شي 29 درهم. بقى السؤال المطروح، علاش فاش كيديروا شي حاجه زوينه من بعد كيبدلوها؟ مشيت فلورمان كنت باغا ناخذ واحد الفراجو اللون ديالو بيش زوين، ولكن ما لقيتوش، خديت هذا حتى هو زوين، خديت الكلوس ديالو العكر ديالو حتى هو زوين. هادو شنو خديت؟ خديت هاد البودر هادي ديال انفيزيبل، هو نورمالمون الاستعمال ديالها الناس اللي كيديروا هنايا لونتي سيرن ولا غير، انا فاش نديرها انا خديتها، الغرض ديالي هو ان فاش كندير ليكرو ما كنبغيش يبقى الوجه هكا كيتلصق، ولكن كتجيني ان الوجه كيولي مغبر، اللهم يبقى هكا بريون يعني ويبان فخاش ويبان هكا، احسن ما تجيني في ديك الغبره هكا ويبان بحال مقبص ولا ما عرفت شنو. الحاجه اللي عجبتني بزاف هي هاد العقيق هذا، غدا لصقت لي في واحد الزغيبه، خديته ب كيفن، خديته ب 15 درهم من واحد السيده هكا واحد الوليد كيصابو، عجبني بزاف، غادي نوري لكم، غنلبسو مع اللبسه هكا ديال البحر. المهم بعد دابا راني تعطلت، غادي نلبس اللبسه ديالي باش نمشيو نفطرو
ومن بعد نعود نرجعوا ونشوفوا شنو غادي فينا نمشيو. نقدروا نمشيو للبحر. يلا خليكم معايا. وهذه هي الفيسا البنات كنت صورتها لكم. الناس ديال الانستغرام راه كنصور لهم قبل من يوتيوب. هي هذه ثوبها الصراحه صدق زوين ومبرد، غير هي كتوسع شويه. الثمن كيف ما شفتوا 139. وهنا كيفاش جاتني الفيسا جاتني زوينه. من بعد البنات مباشره شدينا الطريق قلت لكم، خرجنا مشيت غير انا واختي صراحه. في الصيف كنحاول ان وليدات كيسمحوا لنا ناعسين كنخرجوا، كنحاولوا نرتاحوا نبلجوا نفوجوا نتشارجاو، حاولي تلقي لهم ما تبقيش تحقري ما تبقيش تحققي بزاف. ميكي راه طبيعه الحال ماشي اي حاجه كنشوفوها كتعجبنا، ماشي اي حاجه كدور بجنابنا كتعجبنا وكتريحنا، ولكن واحد يدير عين ميكا. انا استنتج ملي كندير عين ميكا كنرتاح وكنستنط دماغي. مشينا لواحد القهوه، الناس اللي كيسولوني حنا في طماريس، مشينا لواحد القهوه عندهم الفطور بلدي، لومليت الشفنج البطبوط المخمر اي حاجه بغيتيها، وبريريت ديال اتاي، وهانتي فتره وملي تسالي خذي عويصر ديالك وهانتي سانك سانك. والاثمنه عندهم ريزونابل زعما داكشي عادي، غير هو ردوا البال في الحساب. كنقولها وكنعاود نقولها دائما، ملي تمشيو لشي قهيوه ولا شي ريستور شحال دائما عاودوا تحاسبوا، ماشي عيب نعاودوا نتحاسبوا لان الله يسمح لهم كيزيدوا في الاثمنه كيقلبوك. وهذا هو كان فطورنا البنات. لا ماشي كنبارطاجي باش نوريكم الماكله، ولكن غير باش تاخذوا هكا دي بون بلون تعرفوا فين تمشيو زعما كي بنادم كياخذ افكار. وهذا فيديو ديديكاس للناس اللي كيقول لي توحشناك وبغينا نشوفك. مباشره البنات مشينا لمروكومول. ايه البنات مروكومول ما يمكنش نجي لكازاختي وما نمشيش لمروكومول مستحيل. المهم درت في المغازات ساريت تقدت لوليداتي. بصراحه الحويجات ديال الوليدات ما كيكونوش زوينين بزاف بحال الحويجات ديال البنات، بحكم انا عندي ثلاثه ديال الوليدات، يعني تقدت لهم هكا حويجات وعيينه. وما يمكنش نكون في مروكومول وما نمشيش ناكل الماكله اللي كتكون الفوق، الاكل اللبناني اللي كنحمق عليه بصراحه. بنين فيه واحد المذاق بنين، وهكا كتحاولي تبدلي وتشونجي هكا شي شويه تبدلي شويه الثقافات ونبدلو شي شويه المذاقات. وهذا خديتها وخديت موراها واحد الحليوه ديال السيترون غزاله غزاله غزاله. ومن بعد البنات رجعنا للدار. هنا كنوريكم الحويجات اللي خديت. كيف قلت لكم الحويجات ديال الوليدات راه ما فيهمش شي ديكور كي داير، ولا تيشورتات شورطات تقيشرات، يعني داكشي العادي. خديت اغلبيه خديت لهم من ال سي واي كيكي، كانوا دايرين برومو خذي ثلاثه ديال البياسات والرابعه فابور. الفكره شنو هي؟ هي انك فين ما تبغي تاخذي ربعه ديال البياسات خذيهم تقريبا بنفس الثمن، لان الرخيصه هي اللي غادي ياخذوا لك، هي اللي غادي يحسبوا لك فابور. هنا تقاشر كانوا يمكن 6 ديال البياسات 6 ديال اللوينات 5 ب 29 درهم. هاد الشابو البنات هو اللي كنت صورت لكم في الفيديو ديال الكسيوات غزال ديال ال سي واي كيكي، زوين بزاف. غير هو عارف جاني مزير شويه. هنا الجينات البنات اللي صورت لكم خديت جوج جينات زرقين، لانني بصراحه ما كنلقاش جينات زوينين في خنيفره. هذا الا شفتوا ما فيهش سنسلام فيه شي حاجه تبر 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 غزال. خديت جوج ولكن وليت كنلبس غير هذا. الا شفتوا هذا راه ملبوس عجبني بزاف 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 كيحمق. هنا فاش كندير لكم مونتاج يعني من بعد ما لبستو هذا تقلي زوين. وهادو حتى هما ديال البحر واعرين واعرين واعرين. هادو ديال الدار تلبسيهم هكا مع الشورت كتبدلي شي شويه، كتبدلي اللبسه شي شويه وكتبدلي المنظر والنفسيه كتبدل وكلشي كيتبدل. حاولوا تخلقوا السعاده من اشياء بسيطه. هادو البنات راه كيف كتشوفوا راه 49 درهم، راه ماشي شي حاجه اللي هي غاليه، ولكن المهم بنادم كيبدل شويه. هنا البنات كنت كنحاول انني نصور لاختي هاد الطيافار وهادشي ديال ليناب وهادشي التقليدي، وسمحوا لي كنت كنصور سهيت وكنت كنصور هكا بالكاميرا بالتليفون واقف حتى جيت ندير المونتاج عاد اللي اكتشفت انني مصوره بهكاك، ولكن حاولت نزومي لكم. هادشي ديال ليناب هادو كانوا في درب عمر كيحمقوا البنات كيحمقوا زوين، والثمن ريزونابل بزاف مناسب بالمقارنه مع حنا عندنا في خنيفره هادشي حنا عندنا غالي. المهم صورت لكم باش هادو كيغطيو بهم هكا الصينيه. هادو ليناب كاينين دوك السريبتات هكا ديال الطبيله داكشي تقريبا كانوا 12 ب 90 درهم، وليناب ديال الجلد هادوك الكبار دايرين تقريبا 200 درهم. وشنو اخر عاوتاني خدينا هادوك ديال الصينيه دايرين تقريبا 60 درهم. هنا كنت كنوريكم هادي خديتها ليا وخديت لماما وحده بحالها مطروزه بالاحمر والخضر، وهاد السريبتات حتى هما ليا. ما صورتش داكشي اللي خدينا لخصي. هادي ديال الصينيه يمكن دايره 60 درهم زوينه حتى هي. وخديت الكيسان واحد 6 ديال الكيسان، ما لقيتش باكيات جوج باش ناخذ 12، خديت غير 6 غير ليا كملي بغي ندير ديك السوينيه ديال اتاي خفيفه ظريفه. هادو البنات كانوا تقريبا 60 درهم، هادو من درب عمر الى عقلت درب عمر البنات ب 60 درهم. وهذه هي لا نابليك لكم خديت لماما صراحه فنه وزوينين.
انا كنت كنلقاهم بقات سمحوا لي كنت كنلقاهم باثمنه غاليين ومازال بزاف ديال المشتريات البنات. مشيت لذاك اواني شعاعات قدت ميعنات غادي نحاول ندير لكم في فيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو فراسكم ما تنساونيش من اللايك باش تشجعوني. يلا باي باي.